الحين فيما يتعلق بسؤال إنسان يعاني من بعض المحيطين أو المتعاملين معه يسببون له مشاكل معينة، يعني مضايقات قد تؤدي إلى مشاجرات إلى مشاحنات، فهل يبتعد عنهم ويقاطعهم؟ لا، هو يمكن حكم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مروا ذوي القربات يتزاوروا ولا يتجاوروا، دي كانت حكمة. فهنا أنا أنصح السائل الكريم بأنه لا يقاطعهم كهجران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يعجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن لا، ليست بالضرورة مخالطة. إذا كان إنسان يتوجه شرا من آخرين لا يهجرهم، لكن لا يخالطهم، من باب يعني لا تظلمون ولا تظلمون ولا ضرر ولا ضرار. ونسأل الله أن يصلح ما بين المسلمين، لأن الإصلاح بين المسلمين فريضة. قال الله في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى يعني في سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والرسول عليه السلام كان يصلح بين المسلمين، وكان يخرج للإصلاح بنفسه، وكذلك آل البيت عليهم رضوان الله والصحابة عليهم رضوان الله. الله أعلى وأعلم.